هلا حتى وصلت عم ادق لك موبايلك مسكر كل النهار. معلش اشغال بقى. اشغال؟ طيب ويا ترى هي الاشغال بتخلص ان شاء الله من اليوم لبكره لحتى سيادتك تشرفنا؟ نور انت لا عايز تعيد كلامي 100,000 مره. انا كنت باجي الحفله دي ايام ابوك غصب عني، كمان عايز يمشيني وقف قبره؟ الله عليك، هذا وقت هيك كلام؟ اه يا نور، لان الكذبه اللي عملها فريد نوح مش هنفضل عايشين فيها طول حياتنا. استحي على دمك، اللي عم تقوله حرام وعيب، ارحمه للزلمه بقى. رحمه اللي انت بتتكلم عليها ده ما كانش فيه في قلبه ولا ذره رحمه، ده عملنا زي الكلاب يا اخي. انت فعلا ما بتستحي، شو اللي ناقصك ها؟ ربيت احسن تربايه ودرست باحسن مدارس، ما في شيء ناقصك، هيك بيكون رباك مثل الكلب؟ اه ربنا زي الكلاب عشان نحرس له ثروته واملاكه، صح ولا لا؟ انا ما عم اصدق انه ربنا نفس الاب، ما عم اصدق. انت مثل فادي، لازمك دكتور نفسي ليعالج لك هالكره اللي بقلبك. بقول لك يا نور، ابوك ده مفيش جوايا ليه ولا حاجه ولا حاجه، ولا سامحته ولا هسامحه. واسمع بقى، يوم الحادثه انا اتعمدت ان انا اطلب الاسعاف متاخر. عارف ليه؟ عشان اشوفه هو بيتعذب زي ما عذب منى الله يرحمها. انت عم تخبص ما؟ شو عم تخرف؟ شو عم تقول؟ هو ده اللي حصل. وعايز اقول لك بقى، انا كنت مبسوط وانا بشوفه هو بيموت قدامي كده، لاول مره احس ان في عدل في الدنيا دي. واحد كذاب 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 وقلبك اسود. انت بتدافع عنه عشان تزيه. خلاص خلاص خلاص، شبك هون. اسمع اخوك شو عم يحكي. الاستاذ هون عم يقول انه يوم الحادثه ترك ابوه يموت بدم بارد. يعني هلا انا على فكره ماني مصدق، انا معصب لمجرد الخيال انك تتخيل هيك شيء. قديش شخص بشع من جوا، وسخ واسود. طب اسمعوا بقى كلكم، انا يوم الحادثه كنت ماشي ورا ابوكم بالعربيه، وتعمدت ان انا اطلب الاسعاف متاخر عشان اشوف هو بيتعذب زي ما عذب منى الله يرحمها. ولو الموضوع ده اتعاد 100,000 مره برضه هعمل كده. هاني هاني، ما كان لازم تقسى عليه كثير لهالدرجه. بيستاهل، مجرد التفكير، مجرد التفكير، فكر فيها. ايه مظبوط. شو ما كان عم بيقول هذا المجنون، ما كان رح يغير من القدر شيء. فريد نوح مات بحادث سيارة وهذا قدره، الله يرحمه. وحتى لو كان طلب له سيارة إسعاف ما كان رح بيغير بالموضوع أي شيء نهائيا. خليني ذكرك بتقرير المستشفى. تقرير المستشفى بيقول لك انه فريد نوح جد الجلطه هو وعم يسوق، مشان هيك عمل الحادث ومات بعد دقيقتين ثلاثه. فلا تركه يتعذب ولا اي شيء من هاد، بس هو الموضوع بالنسبه له اكل من راسه وجارحه، فعم يتخيل. انت بتعرف هذا الحكي كثير منيح. مزبوط. ما كنت متخيله انه ممكن حدا فيكم يشوف بابا هيك. عن جد ما عم صدق شو عم بسمع. نعم نعم. بيعد الايد اللي بتنمد له. قصدك البابا يعني.